لا هي طب لا هم ام وحيدهم هم اللي فيهم مع بعض فاهم ازاي؟ لو وحيد اللي طلع هتبقى انت مكان وحيد، لو امه اللي طلع هتبقى انت مكان انوك وحيد يبقى مكانك، وانت نفس النظام لو وحيد اللي طلع حسام هيبقى هنا وانت مكان انوك. فاهم قصدي؟ اه تمام؟ تخيل لو كملت لو وحيد اللي طلع انا هتبقى في الاثنين وحسام يبقى مكان وحيد واكد عليك وانت نايم.